توصل لسامح الدربالي، يخرج محمد عبد الشافي، سامح الدربالي والتوزيع في القائمة الثانية، هي صعبة لعبد الرؤوف والتغطية الدفاعية هي الشتي مرة ثانية، شتي يرفعها كرة خطيرة بجول بابا رأيت التلل خطيرة وجول والحكم صفر قال فيه دفع الحكم صفر فيه دفع شوفوا الإعادة دعونا نشوفوا الإعادة ماذا هنا ليس هناك وضع التسلل في دفع في تقدير الحكم هنا في دفع في تقدير الحكم تسجيل هدف التعادل كرة الياس ستي في القائمة الثانية هنا لا نشاهد الدفع لأنه تمت العملية هنا والارتقاء في القائمة الثانية بالرأس